الظاهرة بتاع العنف الشاب التونسي ولا المواطن التونسي قاعد يشوف فيها كل يوم، معناها في حياته قاعد تتمارس عليه ولا يشوفها تتمارس على غيره، معناها حاجة ولات عادية كده في المجتمع ولا كيف يعني. وفما من باب آخر فما جماعة اللي يتعداو على غيرهم من باب الدين، هذه زادة ظاهرة خطيرة برشا. شفناها بعد الثورة، عباد جات تزايد على بعضها بالدين، أنا مسلم أكثر منك وأنا مسلم وأنت كافر، هذايا ما عندهاش حتى مجال باش تطبق في تونس، على خاطرنا كلنا مسلمين والكلنا عرب، وهذايا تاريخنا يتكلم علينا مش عنا نتكلم علينا. دونك العباد هذوما لازم نقولوا لهم راهو كلنا مسلمين، حب يجي ينصحني بشوية بالسياسة يعطيني نصيحة كيما مخو حكى له يقول لي هذا الطريق الصحيح، مرحبا يحكي لي، اما باش يتزايد عليا ويقول لي انا مسلم انت مش مسلم وكافر ما نعرف شنو، هذا ما عندوش مجال معناها باش يتمارس. والفرستراسيون تاع لي جون توا نجمو نداويوها ب فما سوليسيون نتصور تكون افيكاس برشا، اللي هو نعملو دي بسيكياتر ولا عباد كي اونكادر لي جون حتى في الليسيات ولا في الحوم، ولا العباد هذوما ينجموا يحكيو مع لي جون يأطروهم، معناها يقولوا لهم على يحكي لي جون يحكيو لهم على مشاكلهم ويحاولوا يفهموهم يوجهوهم هكا ويخرجوهم من الحاله نتاع الكبت النفسي نتاعهم، معناها يحاولوا يعاونوهم ويخرجوهم من الحاله نتاعهم. دونك تصور دي سوليوشن تعاون برشا باش لي جون هذوما يتفاداو العنف ويوليو بلوتو يمشيو لل يعملوا ديز اكتيفيتي اخرين، يحاولوا ما نعرفش يحاولوا يحكيوا مع بعضهم، يحاولوا يعتمدوا الحوار في مشاكلهم، يوسعوا بالهم على بعضهم، دي كل تصور تكون حلول فعلا. فما سوليوشن اخرى تاع الدوله، مانيش باش نسب الدوله، راهو اللي يسخيبوني باش نسب الدوله، مانيش نسب الدوله، اما الدولة عندها دور فعال تو كيما نقولوا احنا مثلا في الدول المتقدمة. الدول المتقدمة علاش التور تاع العنف طايح برشا بارابور لينا احنا؟ على خاطر لي جون خديكا عندهم بوكو داكتيفيتي، وقتهم معبي، احنا معناها يلقى يمشي السينما يلقى فما بوكو دو مويان دو ديفيرتيسمون، مش كيما احنا في تونس كي كثرت تخش تعمل قهوة في القهوة بيان سور باش تعمل عركة، معناها حاجة اوتوماتيك هذيا. دونك نقول لي جون نتاعنا لازم نملاو لهم وقتهم، نعملوا دي كلوب، نعملوا دي سال دو سينما، نعملوا لي جين اللي هي معناها تنجم تعاون لي جون هذوما وتعبي لهم وقتهم. فوالا دونك انا كشاب تونسي هذيا هي السوليسيون اللي نجم بروبوزيها، و فوالا ان شاء الله نعرفوا تونس ما خير نهار اخر.